Bonjour mes amis, assalamu alaykoum wa rahmatullah. Si vous apprenez le français, vous vous êtes sûrement demandé comment utiliser le pronom tu ou bien le pronom vous. L'imam yajibana akoula tu, ou l'imam yajibana akoula vous. Tu t'a'ni anta, vous t'a'ni antum. Lakin honaka da'iman ikhtilaf, matan astakhdim tu, matan astakhdim فو علما أنه يمكن أن تتحدث مع شخص واحد فقط وتقول له فو فو تعني أنتم بالرغم أنه شخص واحد تقول له أنتم لماذا هذا الخلط وهل هناك خلط فعلا ولماذا أكي جو بو دير تو فو في أي حالة من الحالات الأمر سهل جدا أصدقائي الكرام لا تقلقوا وسنعطي بعض الأمثلة حتى نفهم بإذن الله في كل المجتمعات والثقافات عندما يكون شخص اكبر منا سنا مثلا نحترمه وذلك الاحترام نعكسه في طريقه حديثنا معه او ايضا عندما نلتقي باشخاص في الشارع لا نعرفهم ولا تربطنا بهم اي صله نهائيا من باب الاحترام نتحدث معهم بو انتم. نقول مثلا كيف حالكم؟ أنت التقيت فقط بشخص واحد وتسأله كيف حالكم؟ علما أنه شخص واحد فتقول له كومونتاليزو فو كومون كيف حالكم؟ كومونتاليزو هو شخص واحد فقط لكن إذا كنت تعرفه فلا تقول فو نقول كومون فاتو كومون فاتو؟ كيف حالك لشخص تعرفه لكن شخص لا تعرفه كومونتاليزو كيف حالك أيضا؟ بالرغم أنك تحدثت معه بصيغة الجمع أنتم وهناك أمثلة كثيرة مثلا عندما نريد أن نسأل هل لديك أصدقاء تقول أفيفو دي زامي وهذا السؤال أفيفو تستخدم الضمير فو مع شخص لا تعرفه عندما تسأل هذا السؤال أفيفو دي زامي لكن عندما تسأل صديقا لك أو شخصا من العائلة أو شخص مقرب تقول له فقط أتو دي زامي هل لديك أصدقاء وتستخدم الضمير تو بكل سهولة؟ أيضا أمثلة أخرى مثلا عندما تريد أن تقول لشخص لا تعرفه هل تعرفني؟ تقول له مو فو مو مثلا التقيت بشخص في الشارع تقابلتم وهو لا يتذكرك وعندما تريد أن تقول له أنت تعرفني تقول له Vous مو كونيسي. Vous لكن عندما تسأل عندما تقول مثلا لشخص في الأسرة وفي العائلة أنت تعرفني جيدا تقول له تي مو كوني بيان تي مو كوني بيان تي تستخدم تي tu. Tu me مو كوني بيان هناك دائما حساسية مع الناس الأجانب في طريقة حديثك معهم en général il y a une tolérance envers les étrangers nous savons que l'utilisation de tu est un problème de maîtrise de la langue mais peut être perçu comme un manque de respect هذا الامر يمكن ان يفهم كعدم احترام من طرف الشخص الاخر عندما لا تتحدث معه بالطريقه التي ينبغي ان تتحدث معه بها فعندما تتلقى تلتقي بشخص في الشارع وتتحدث معه ب فهذا يدل على عدم احترام لدى البعض لذلك انتبهوا فهذا الامر ضروري جدا ونتمنى اننا اوضحنا لكم هذا الامر ونراكم دائما مع مشاركه ودروس قادمه الى اللقاء